انت كنت راس حربه وراس حربه ما شاء الله عليك، كنت اخذت في سنه من السنوات احسن لاعب في افريقيا. صحيح. كان 2002 ما شاء الله يعني في الزمالك. وجابوا راس حربه تاني وانت هداف الفرقه ومكسر الدنيا، بس كان يعني عايزك اجابه تبقى اجابه حقيقيه يعني. تمام. وفي 48 ساعه بعد ما جابوا لعيب وانت الهداف وانت اللي مكسر الدنيا، تعال اقعد على الدكه، ونزل ده. هل ده مش هياثر عليك اطلاقا؟ لا هتقمص طبعا. والقمصه دي هيبقى انعكاسها ايه عليك؟ انا هزعل واتضايق، لكن خلاص في مدير فني يعني. اصل هعمل ايه؟ هتضايق هقعد خلاص الراجل ده هيركب. هتأثر عليك فنيا؟ لا فنيا. لا مش فنيا. لا يعني لو نزلت 10 دقايق ربع ساعه في الاخر تأدي وشخصيه اللاعب. هنزل مقموص بقى واقع على الواقف، ولا انزل اموت نفسي في العشر دقايق دي ابين للمدير الفني اللي انا لا موجود؟ هي دي اللي بترجع لشخصيه اللاعب.